هذا المكان ليس مكبا للقمامة على الحقيقة، فالمفترض أن يكون قصرا للثقافة في محافظة النجف كما هو مخطط، لكن الفساد والإهمال حولاه إلى ما تبدي الصورة. قصر الثقافة اللي للأسف ما استثمر بشكل صحيح بعد إهماله، بعد المشروع الفساد الكبير بالنجف، النجف عاصمة الثقافة، توقف بناءه، بينت به الكثير من قضايا الفساد حتى في بناءه بمواد البناء. لكن بالتالي قصر الثقافة اللي هو موجود بالنجف شاهدنا به الكثير من المشاكل، من ضمنها المشاكل السياسية. محامون مطلعون على ملف مشروع قصر الثقافة بالنجف كشفوا عن حجم السرقات التي طالت مخصصاته. تم سرقة المبالغ المخصصة لهذا المشروع، تم سرقة 98% من المبالغ المخصصة من قبل عدنان الزرفي ومن قبل الحاشية الموجودة وياه. نطالب الجهات المعنية استرداد المبالغ المسروقة وتنظيف قصر الثقافة. ماكو قصر ثقافة كله، ماكو قصر ثقافة كله نفايات والقاضي وما شابه ذلك. استاذنا العزيز، اي ملف تريده ينتهي وتضيع اخباره دزه للنزاهه اللي ببغداد. عدنان الزرفي باغله بال 100 مليون دولار، شمروا الملف بنزاهه بغداد ولحد الان مغلسين عنه. ولا توجد جهة معينة بعينها هي المسؤولة عن الفساد في هذا المشروع، وإنما هي منظومة تواطأ أفرادها على السرقة من رؤساء الحكومات إلى أصغر موظف. العراق والنجف فشلت في إتمام هذا المشروع، هو سبب الإدارة الفاشلة في الحكومة العراقية، كذلك الحكومات المتعاقبة في النجف لحد الآن لم تكشف لنا السبب الحقيقي في فشل هذا المشروع، كذلك لم تحقق، ولم الأكثر من ذلك، لم تقم بإكمال هذا المشروع. حال مشروع قصر الثقافة في النجف كغيره من المشاريع التي طالها الفساد، حتى إذا انفضحت صفقات الاختلاس والسرقة بدأ كل طرف بإلقاء كرة التهمة في ملعب الطرف الآخر.